ضم مع الكاتب الاقتصادي صالح العنزي للحديث بالنسبة عن أحجام وأنواع المبادرات. حياك الله معنا الكاتب الاقتصادي صالح العنزي. حياك الله أستاذ، يا مرحبا فيك. شكرا لوجودك معنا. في البداية اليوم يعني أنواع المبادرات الحكومية لدعم وتحفيز القطاع الخاص والتي انطلقت تباعا الفترة وتم إعلانها الفترة الماضية، قراءتك بالنسبة لهذا الدعم وأثره على القطاع الخاص؟ بلا شك أنه الأوامر الملكية والأمر الملكي الجديد بتحمل 60% بتخفيف أثار الإجراءات التجزئية هي كلها سلسلة إجراءات ودعم وتحفيز لتحقيق عبور آمن للاقتصاد السعودي من تبعات هذه الأزمة، وكذلك لحماية أبناء البلد والإنسان السعودي للموظفين من وهو طبعا محور اهتمام خادم الحرمين الشريفين ومحور اهتمام القيادة الرشيدة. هذه المبادرات، وخلينا نتكلم عن أجمل مبادرة اللي هو تتحمل الدولة 60%، هي بديل آخر عن خيار قد تلجأ له بعض المنشآت التي يتعذر عليها دفع أجورها بسبب الديون، والبديل الآخر هو السيء والاستغناء عن كوادرها البشرية. هنا تأتي مثل هذه المبادرات لتمكين القطاع الخاص، لتمكين المنشآت من المحافظة على كوادرها، من إعطاء بديل آخر آمن أكثر للموظفين السعوديين، يحمي طرفي المعادلة التعاقدية، يحمي ويخفف الآثار على المنشآت، يخفف الآثار الاقتصادية والاجتماعية على العاملين. هذه المبادرات والسلسلة المبادرات تضاف إلى كثير من المبادرات التي سبقتها والتي أعلن عنها مؤخرا. من أقرب الأمثلة عليها تخصيص 70 مليار ريال أعلنت عنها وزارة المالية سابقا. جميل سيد صالح، أيضا بالنسبة على يعني المنشآت الصغيرة والمتوسطة واللي أيضا كذلك كانت نقطة مهمة بالنسبة في هذا الدعم، تم إعلان الفترة الماضية على أنه بنك التنمية الاجتماعية خصص 12 مليار ريال كان من ضمنها تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 3.5 مليار ريال. اليوم أيضا حتى في ظل هذه المعادلة يعني لم ننسى يعني قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل يعني هذا الفارس وتأثيره على كافة القطاعات. صحيح والمبادرات الجميلة السابقة مؤسسة النقد أعلنت من خلال وزارة المالية على 50 مليار كدعم للمصارف والمؤسسات المالية ومن المنشآت الصغيرة والمتوسطة. حكومة المملكة العربية السعودية تضرب أجمل الأمثلة التي احتذى بها عالميا للتعامل مع هذه الجائحة. نضرب أمثلة حتى للاقتصاديات العالمية الكبيرة اليوم بحماية لاقتصادنا وحماية لمجتمعنا وحماية من إجراء هذه الإجراءات الاحترازية الاستباقية لأكثرها استباقية. نسأل الله زوال هذه الأزمة ونستمر وعودة الوضع إلى ما هو عليه. صالح العنزي الكاتب الاقتصادي كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك.